جامي جامي بونويرا جامي لبس لينيفورم، جامي في حياته لبس لينيفورم، دائما بالكوستيم ودائما بالكوستيم والباسات ديالو والنواظر هذوك كحلين اللي في الصوره اللي دايره نفس النواظر هذوك كنت انتم تعرفوه كي تشوفوا في وزاره الدفاع تشوفوا بهذوك النواظر وانتم عارفين هذا بونويرا هذا السكرتير الخاص تاع القايد صالح. ايه ونعرفوا شخصيا استاذ خطره صرات لي طرفه نحكيها لك هذه ونحكيها ايضا للمشاهدين، ربما كنت تكلمت عليها لكن نعاود نعرجوا عليها لانه مهمه جدا وتثبت لك تثبت لك انه بونويرا اقوى من العديد من الجنرالات. كنت خدام لابارمانوس وطلعت الى وزاره وطلعت الى قياده الاركان. في قياده الاركان تلاقيت مع شوفير صديق ليا وكان لابس بونتاكور، يعني وكان زمان ربيع وكان داخل الصيف وكنا في الساعه حوالي الخامسه او السادسه مساء. طلعت راكم في وزاره الدفاع قدام الكارتي جنرال؟ نو في وزاره الدفاع الفوق ماشي في كارتي جنرال تحت الفوق. الفوق نعم. في قياده الاركان. في قياده الاركان. قياده الاركان نعم. ايه بجنب قياده الاركان كاين سال دو سبور مخصصه للجنرالات، سال دو سبور مخصصه للجنرالات. تلاقيت مع شوفير صديق ليا وانا نعرفه يخدم مع بونويرا، يخدم سائق خاص لبونويرا. وبونويرا يستعمله باش يروح يجيب الكادوات، يستعمل هذا السائق عن طريق سياره كادي ايضا باش يروح يجيب الكادوات للقايد صالح، يروح يجيبهم له من المطار، يروح يستقبل، يروح يرفد. مام لما كان يروح القايد صالح الى زيارات كان يبعث بونويرا مثلا لما تكون زياره داخل وسط العاصمه ولا تكون المطار بوفريق، يبعث هذا السائق يبعثه مع الحاجيات الخاصه تاعو. يعني هذا السائق هو اللي متكلف باش يرفد الحاجيات تاع القايد صالح، الشؤون الخاصه، الامور الخاصه. توقف هذا هو السائق اللي ينفذها تحت من اوامر بونويرا، ينفذها لقايد صالح، يعني هو اللي يرفد الحوايج تاع قايد صالح. نعم. كنت واقف انا مع هذا الشوفير، لا داعي لذكر اسمه ايضا. كنت واقف مع هذا الشوفير وكان لابس بونتاكور ومقصرين انا وياه. قال لي قلت لك بالعاميه، قال لي قلت لك واش كاين نهضروا. قال لي خدام بارمانوس، قلت له ايه. جا خارج اللواء مقراني عبد الرحمن اللي حاكم لا داسك، وهو اللي حاكم اللواء مقراني، هو اللي حاكم السواق. نعم. تحينا له كخارج من لاصال دو سبور، تحينا له. قال لي واش راك دير هنا؟ قلت له اني خدام بارمانوس، قلت له اني نستنى في كولي باش نديه للتلفزه الجزائريه. قلت له اني خدام بارمانوس. قال لي اوكي. من بعد دار شاف في هذاك الطفل، قال له في زميلي السائق، قال له انت واش راك دير هنا؟ ما جاوبوش، قعد ساكت. من بعد قال له جبد ربي سبحانه، وما نقدرش نقول هذه الكلمه، جبد ربي سبحانه، وقال له ندخلك الليزاري وندير لك كذا وكذا وكذا وكذا. بعد قال له انت مع من؟ بعد هذا اللي مقراني لما كمل الهضره وقال له ندخلك الليزاري وكلش وانا حاضر امامه، قال له انت مع من تخدم؟ قال له نخدم مع بونويرا. والله يا استاذ وما نيش مجبر باش نحلف. نعم. قاعد يحك له على ظهره ويقول له يا وليدي اسمح لي لانه راني غلطت وراني ما عرفتكش وما تاخذنيش على واش قلت لك ولا على واش هضرت. جينا لواء لواء يسمى عرف باللي هذا يخدم مع بونويرا وهو عارف سلطه بونويرا مع القايد صالح، ممكن يولي في سين جيم، يعني نسب له السائق الخاص تاعه يعني بطبيعه الحال. هذا يعني ان بونويرا كان عنده نفوذ كبير داخل وزاره الدفاع بطبيعة الحال. أستاذ بونويرا من أقوى الأقوياء داخل وزارة الدفاع الوطني، حتى جنرالات لما يخرج هو الغداء بطبيعة الحال الغداء يلحقهم إلى قيادة الأركان، عندهم ماس داخل سبيسيال، لكن لما يهبط أحيانا يتمشى تحت عند قيادة الأركان جنرالات يتحيلوا، جنرالات باليونيفورم تاعهم والجراد تاعهم معلقينه يضربوا رجل ويتحيلوا ويتوقفوا عنده ويقولوا له يا سي بونويرا لكان تفريدنا ذيك ولا تفريدنا ذيك ولا خصنا ذيك ولا لكان تتوسط لنا مع القايد. يعني شيء رهيب صراحة. أنا نعم هذه سمعت أيضا من أحد المصادر اللي تعرفوا، طبعا مش عندكم اسمه، وسمعت منه كلام كثير في نفس الاتجاه، يعني على بونويرا لما جاء الحديث، لأنه كان اتصل بي وانت تعرفه، يعني نعرفه منذ زمان، اتصل بي خاصة لما عاود جاء تفجرت هذه تسريبات بونويرا وأضاف لي أشياء أخرى وعما كان يعرفه عنه، لأنه هو أيضا كان اشتغل ولفترة طويلة داخل وزارة الدفاع.